لما يجي خويك ولا احد يقول لك تعال انت معطيني عين ولا حسدني ولا شينا، فانت كيف تتصرف في الامور؟ بعضهم اذكر ربك على اساس ما يجيك الاحراجات هذه. اذكر ربك على اي شيء. ترى بعضهم اذا يعني هو يعين او اذا لاحظ انه يعين ولا شيء يجيه شعور نعان، فبعضهم في خير اذا عان شيء او سوى شيء يتجاوب على طول. كيف يعرف هو؟ ترى بعضهم عنده احساس، فيه شخص هنا اذا عطى عين ولا شيء يجيه احساس على طول، احس انه عطى الشخص العين، قال الشخص هذا كان اللي اعطيته عين، انا اللي بليته، اللي جه مني. تدري يقولون يروح يذكر الله عليه. في واحد طول العمر اللي يعلمك بسالفته ذا اللي يذكر الله، اذا مو بيذكر اذا حس انه عطى عين يتري. جاك في الرياض يبغى يطلع النجران، ف يبغى يحجز طياره ما حصل حجز، ويبغى يركب كداد مستعجل هو. فيكلمه واحد من اخويه توه مشتري له صالون جديد، دي له في 17 او 18. فكلمه قال يا فلان وينك؟ قال والله انا في الرياض ابغى امشي نجران. قالها مرحبا وكم مسهل، انا توني مخذ موتور الحين طلع من المعارض عدا اصفر، بمرك وبوجه انا وياك. قال تم رايك وهديت الله. جاء الرجال وخذه وكملوا دربهم ومشوا. الرجال راعي الصالون اللي توه اشتراه يسرع، والرجال ذا راكب معه وساكت، سولفون سولفون ويمشي. كن من نجران من الرياض لنجران مسافة الطريق 8 ساعات 7 ساعات، فهم خذوها في 6 ساعات. رجل يسرع يوم تعدى سلطانة الفحات، تعرف سلطانة؟ ايه تعدى سلطانة مركز سلطانة. نعم. فقال ذا اللي عين اللي راكب، قال يا ولد الحمد لله اني رحت معك، لو اني رحت مع كداد كان عني ذحين في وادي الدواسر ولا في السلي. ما قال ذي الكلمة للسيارة انبخرت، قامت تتبخر السيارة، وقفون على جنب ولع الموتر ما عاد اشتغل. السيارة يمكن تبخر، مدرسة سيارة اصفار توه مشتريها من المعارض. ينزل لا يفتح الباب، قال يا فلان صل على النبي اللهم صل عليه وسلم. قال افتح الكبوت. لا هو ذا اللي يعان، هو ذا مو بدير على السيارة، مو بدير ايش المشكلة، ما يعرف العين اسمها من السيارة. قال بعد هو يبعد. تدري بعض الأحيان يعني واحد بيع بنته من العين كيف؟ قال يا عجبته بنته ومدري شافها تلعب مدري شو تسوي، فأشفق على بنته يضربها بعين فماتت بنته. تدري بعض الأحيان تعطي نفسك عين؟ صح. تدري؟ صح. ما يعين نفسه إلا أنا اللي راعي، ما يعني اللي لا سويت شيء تقول يا ولد اليوم سويت، يعني مثلا شيء هذا كذا كذا كذا، يعني ما يحسد الشخص إلا نفسه، أول شخص يعني أنت تحسد نفسك. اذكر رب. انا صابتني عين. اكثر واحد ممكن صابت عين انا. صابتني عين يا عيال وانا ادرس في سنه رابع في مكه. ممكن قلت علمتك يا احسن لكن برجع اقولها. وانا ادرس سنه رابع في مكه كان ابوي عنده يروح مع كان في زي منتديات كتب. اصدر لك كتاب الوالد وكان هناك يعرض الكتاب. وابوي يحب الكتابه. فرحت وكنت طامر كنت كثير. كنت اجلس هنا واجلس هنا دقيقه واروح العب ودور اللي بعمري عشان العب حركي يعني. حركي واسولف مع الكبير ومع الصغير. فقابلت شايب هناك في المعرض سولف معاي قاعد يضحك معي وقاعد تضحك معاه سولف وانا رابع عمري 11 سنه. شو اسمه كان؟ قلت عبد الرحمن الحارث. قال نعم يا حارث. وقعد اسولف معه واعطيه واعزم على القهوه وما ادري ايش عيل. الرجال اعجب فيني حسيت حتى نظرات العيون. فقال لي يا ولد انا عندي فعاليات. قلت كيف فعاليات؟ طلع الرجال ذا يقيم حفلات او فعاليات للاطفال، يجيب الاطفال يجيب مقدمين لهم اطفال. قال ابيك معي وهذا الكرت وكذا. كيف قلت له تحت العرض. ايه داري
ايه ما قلت له احسن صح قلت له زين قلت له زين فاعطاني فاعطاني الكرت ورحت عند ابوي اعطيته الكرت اول ما وصلت البيت وهو يغمى علي يطيح طحت اول ما فتحت البيت طحت اول ما فتحت باب البيت طحت اخذني ابوي وداني المستشفى جلس طايح تعبان تعبان ايش بلاك انت تذكرت الموقف جلس تعبان اسلم طلعت من المستشفى صرت ايش ما قال المستشفى قال ما فيك شيء صرت اسولف ثلاث ساعات اربع ساعات تلقاني قال كيف خلاص ما ادري حد مشت الايام وداني عند شيخ ابوي قال ولدك معيون قال ابوي مين اللي طالع ما جاء في باله ابوي الشايب وتجي الايام وتدور الايام وياخذ ابوي ثوبه بيديه المغسله ويفسخ الثوب يعطيه راعي المغسله ويطلع الكروت والاغراض من جوه جيبه اول ما طلع طاح كرت 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 طاح كرت اخذ كرت قرع هذا في المغسله طلع صاحب الشايب يعطاني كرت يبيني اخش معاه في حق الفعاليات قال له ابوي اول ما شقر الكرت ذكر ابوي قال عقب ما اعطاني الكرت عبد الله ذا بساعتين وهو مو بخير ويدق عليه السلام عليكم كيف حالك يا عم عساك طيب والله العلم كذا 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 والولد له كذا 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 تعبان وانا رجال ابيك تجي البيت وتوخى الولد انت قهوه ونعيم من الخير قال زين جاء الرجال بخني وعين من الخير وتعشى معنا توكل على الله من عقبها وانا تعافي اي وصار شوف الاهل بالذات امي وابوي بالذات والله انهم والله انهم يمشونهم اذا جيت رايح محل المكان يخافون علي وانا ما بجاهل لكنهم يخافون ها وين وصلت ها وش سويت ها وش صار ها وينك ها انت جاي ها لا تطول الام لب غير في الحياه فهالطول عمار الحيين يرحم الله يحفظهم عمار يرحم الميتين الله ما وش الموقف اللي ضحك انا ضحك يا حمد موقف اللي ضحك وش مره مبطي وانا صغير كان عمري 6-7 سنوات او 8 كان شعري طويل يعني لهنا وناعم كان اكثر شيء زين فيني شعري كل مش شعري ولد شعرك ناعم يا ولد شعرك شعرك كل شوي تجيني امي يا ولد حلك شعرك حلك شعرك شعرك ناعم جدا وافر ولا وانا كنت فرحان تعرفون عاد الواحد يقدر صغير يستانس باي شيء ايام المدرسه ودك ايام المدرسه ايام الابتدائي بعد مستانس فيه فأمي داري هالشعر ذا ما هو مضوي لي خير كل شيء وايد حلك شعرك حلك شعرك الله يبلاك حلك شعرك حلك شعرك عطلت المهم جاي يوم واجيك في حفل عندنا ومدري ايش حضرت المهم رحت البيت فانت خابر ما هو بيجيك من اول شريط المسجلات اللي تجيك السيدي ذيك ما هو بيجي لهذا الاسود اللي ايه الكاسيت الكاسيت الاسود اللي يجيك تدندل طويل عرفته مفطي فكان فوق الدرج فشفت الاسود نازل تحت من الدندن فجينا اسحبه لقاطه واسحبه 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 اثره مربوط متعلق مربوط في قزازه وقزازه طويله فانا اسحبه والله العظيم واسحبه يوم سحبته فطيح القزازه ترتكز في راسي هنا دخلت قزازه نصها لين انا اصيح اجي كبكي يفزعون لي وينزلون ذي مني عاد من اول المستشفيات يعني بعيده عنا وبتطول والاولين عندهم علاج اي شيء عندها علاج فلين ذي ما انفتح انت حتى لين ذي موجوده فتحه انا كبيره سلام فتقوم امي تحشى في راسي اسمه هذا طحي لا شاهي 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 ليسك ها عشان كذا حسين يحب الشاهي تدري تذكرت ابو قال اسحب 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 في جاني سيناريو مشهد تذكرت مجيل اي انا بعد والله اي والله سحب سحب طاح يقول وصيح تذكرت صرخه توم تدري امس تعالي البيت الحجري رايح له فتحت الباب الباب اللي شفت الباب اللي بعد نعمه الله فتحت الباب طلع يا رجال في خشبه قايله كذا ولا شفت قاعد اقرا اعلمك تحت الباب الله سلمني ما جت في راسي شوفها هنا جتني شوفها بيه ابيض ما تعرف المهم افتح الباب انا ما انا بخش بس قبل لا اخش
والله يا رجال ما قاعد حتى طويله كذا قاعد خلاص تصير تدري ايش يعني؟ طالع فوق واجلس يحك راسي واقعد اسوي كذا انا صار لي موقف دقيقه برد عليه في شغله هذه سبحان الله لما اسالك نفس الموقف في ناس يزعلون اوه ما ادري ايش ويعاند اللي بيدخل لا ربما في الامر خيره يمكنها خير له انه ما فتح الباب وراح دخلت هو فيمكنها علامه انه لو يطيح عليك كذا فجاه انا لو تصير لي احس بانه ايش انه ما راح يعني لو اقدر افتح الباب طقت يدي بتراجع كانها رساله ان ايش لا تدخل تنبيه من الله سبحانه وتغديت انت والله خير اخذت امسك بالله يا امسك اصبحت بخير نعمت الله اخذت نص حبه حصل لك شيء بعدها من هو هي الموقف ذا اخش ضرر ها جالك ضرر بعد ذا الموقف ولا لا ما طيب اعوذ بالله منك احس من الحين راح تصير لك راح يجيك الضرر من العين المهم مره من المرات على المواقف دي كنت انا في الرياض انا واحد من اخوي مشينا الرياض منا اليوم مشينا من نجار رحنا نبغى نتمشى جيناك في الرياض في جال اليوم الثاني كلمونا جاني علم انه ابوي تعب ودخلوه المستشفى وهو تعب بسيط فانا يوم جاني العلم خلاص ما عاد ادركت نفسي كرهت التمشيه وكرهت السفريه والعذاب ابغى ارجع واكلم كل ما كلمت قال يا ابو يا طيب ما في شيء ابوك ما فيه الا العافيه لا تجي لا تمشي لا خليك في الرياض كمل لا انا كنت ناوي اني اروح الرياض ومن الرياض اروح الدمام وعلى الدمام جده تمشيها بشكل عام انا واحد معي وفي اخويا بعد قدامنا فانا خلاص استوت معي ما عاد ابغى تمشي انا ابغى ارجع بشوف ابوي كل شوي يكلموني يا ولد لا تجي قلت انا جايكم كلم ولد اخوي قلت تمشي معي نجران ولا بتقعد في الرياض تكمل تمشيتك وانا بروح وبخلص من ابوي برجع لك قال لا معك اخوي قلت يلا وانت لها ونجيك مع الحاير يوم دخلنا الحوطه وقفنا في كافيين ذا واحد من اخواني الكبار يدق علي قال يا ولد ابوي ما فيه الا العافيه وابوي بيكلمك ذا الحين ما بلا نزل عنده ضغط امور بسيطه ودخلنا المستشفى اموره طيبه لا تجي وخلك في درق قلت لا المهم قلت تدري خلني بوقف في الحوطه واشوف ايش العلم ابوي ما فيه الا العافيه فجيك متوتر ونزلنا وقفنا عند كافيهات ولد اخوي ذا من النوع اللي يحب الكافيهات يحب المرايه يحب يصور دخل في كافي الظاهر انه فيه مرايات قزاز تجيك كذا قزاز ومغسلينها نظيفة جدا يعني ما تفرق في باب فجيك أكلم وأنا أسير وأمشي وأروح وأجي وأنا أكلم ومرتبك على الموضوع فلفيت كذا أحسب الباب فاتح حق الكافي في عرب جالسين في يصفق وجهي في القزازة قرطوب إلا الجوال وجهي صافق خشمي يبغى ينكسر أطالع على العرب كلهم يضحكون لي في الكافي وأنا أديبر تكي في السيارة ولا عاد نزلت وجهي يبغى يروح فيها من القزازة أكلمهم قال إن أبوي مكلمني قال أنا ما عاد فيني العافية ولا عاد جي اشترت أبوي متعافي غير جا لكن الموقف اللي حصل إن وجهي يبغى ينكسر من المراية على الغفلة ما بديك مرايات كذا نظيفة ايه ايه. فأنا أصفق وجهي من المراية على الطالع من قفاة ربي أسمع يا رجاء والله إنك شبه السالفة لي إن جاني في بالي سالفة اني كل ما اشوفها احس بالندم انا ملقوف انا والله العظيم يا عبد الله اني ملقوف عارف عمري كنت في مطعم وطالب لي اكل وانتظر يغلق جانا ولد يمكن عمره وقتها كبير انا وقتها 20 سنه قبل سنتين جانا ولد عمره 16 يمكن وانت كم عمرك 20 قبل سنه السالفه قبل سنتين يبي يطلب وشوف الولد معصب ويخاصم في العامل صار عامل طلعت فيه والله بأسلوب هذه ولا قافة مني طلعت فيه قلت على النار رجع ما يقدر يسوي شيء النار ما في أسرع من النار اصبر طلع فيه قال مالك دخل طلعت أنا ابتسمت قعدت طلع قلت معليش أنا آسف اللي مقرب مني قلت بس بتقوم بيصفق ذا الحين بتقوم أنا صار يوم إني جالس خاصم قوة العام قلت بس يمقرب مني قلت بس أبدا ناويين لا والله ما بعت راني واقف اللي مجاو ضمي جالس يبكي ليه؟ قسم بالله إن جاو ضمي جالس يبكي طلعت وش العلبة وقع سوي بكي ضمي وش صل عني بيش فيك قال حنا في عزاء وجايب أكل خواتي واللي متوفي أبوي والله العظيم كيف يقول؟ يقول حنا غلقنا العزاء
ومتوفي أبوي أمس، مو أمس يعني أمس آخر أيام العزاء، أمس آخر أيام العزاء، وماني متخيل الصدمة دي، وعشان كذا مستعجل خاص من العام، معلش يظن يبكي حتى أنا. العام جالس يتفرج كذا حزين، وعامل هناك قاعد حزين، والله إن ضاقت بي من عقبها بالشركة، أي واحد في الشارع ما تلقف عليه ولا أقول ولا يرمي كلمة. أنا أصلي موقف ضيق خاطري ذاك الموقف، في موقف أنا أصلي موقف نفس موقف، والله العظيم إنه شيء بشعر الرأس. جناك في حديقة عامة عندنا في الجنوب، نسيب الحديقة ونروح ونجي، إلا في واحدة عجوز جالسة في زاوية، وكل ما ميحت عينها فيني، كل ما ميحت عينها فيني، وأشوف وجه العجوز متغير. فقامت العجوز وراحت كذا عنده هنا باب جنبها محل بقالة وكذا نفس ما تقول في الحديقة. جيت أنا داخل، فين العجوز فكرت فيني وراحت تبكي، فأنا ما دريت شلعب وأرصد كذا عينها فيني وتبكي، عينها فيني وتبكي. فعود وإنها يوم راحت كيف صار في عيث أنا، بغيت أروح أنا أسألها ولا دريت شلعب وشوها تبكي، تدري أنا بروح شوف شو علم. فجي جنبها كذا من بعيد تحسن مخلاف شو اللي فيش، فيهم تكرتوني زادت البكي، قلت شو العلم شو اللي فيش، قالت ولا شيء لكن تذكرت ولدي. قلت كيف ولدي؟ قالت فيك ملامح ذكرتني بولدي شبه، فيوم تذكرته يوم شفتك تذكرته وعشان كذا تأثر. قلت كم لم توفي ولد؟ قالت ما لها لسنتي. والله العظيم انها شيء بشعر راسي، تمنيت ان الارض انها بلعتني واني ما جيت الحديقه. قلت لها ابشري انا ولد شي الثاني، ولين ذا الحين اقولها اليوم ودوم وبكره وبعد بكره ولين اموت. كفو انا ولدها الثاني، ربي يرحم ولدها ان شاء الله. اللهم انت ولد، قلت لنا السالفه حقت المرايه، هذا يدل على انك مخاوي ابوك. واجمل علاقه تصير بين الاب وابنه انه يصير صديقه. الخوه وقلنا ابوه صديقه الخوه. انا ابوي تشوفني معه وهذا ما هو انت يا عبد الرحمن، والله ان ذا عبد الله انه اخوك مو بولدك، مخاوين بعض خوه. اسلم. قبل 3 سنوات أو 4 سوى الوالد عمليه تكميم ولا علمني. حلو، علمني انه بيسوي عمليه بس ما علمني اليوم، كان متين الوالد، وجاني ذاك اليوم وقلبي والله انا قارصني. ابوي عنده موتر من مواتره ما يعطيني اياه لو انقز، لو اقول له تكفى لو ما ادري ايش اسوي له ما يعطيني. موتر جديد ها؟ اي ما يعطيني ذا الموتر. تكفى يا ابوي يعطيني اياه، تكفى يا ابوي يعطيني. جالس قال لي عبد الله، قلت ها، قبل تروح مع اخوياك اليوم؟ قلت ايه. ابوي ما ينشدني وانا بروح وين بجي، قلت ايه. قال خلاص خذ الموتر، في 3 غيره لكن الموتر ذا مستحيل اركبه. حتى جاب يروح مشوار ما خير يركب، خير يروح اي موتر هك. وطالع الا والله ان الموتر اللي معه اللي كنت احلم اني اسوقه. ابوي شو العلم؟ قال خذ اسوقه اليوم وانبسط اليوم، لكن لا يجي شيء. قلت امشي واخذ الموتر. وش قال لي؟ قال لي ترى معبيه فل الصرافه في الدرج اللي فوق. شلت في اخر اي في ابو عبد الله قال لي روح انبسط اليوم، لكن لا تطول، لا شيء يبونه اهلك جبه، يعطيني توصيات من ورا التريلا. زين قلبي قرصني في شيء، واشغل الموتر واروح ابعد، واروح وافتح الجوال ودق على عمي. عمي بيني وبين عمي 4 5 سنوات، عمي عبد الله انا مسمى به مستاهل. قلت يا عمي العلم كذا، وابوي قال لي كذا، وانت رجع اللي انا اعلمك اياه، انت تعلمني اشياء اكثر وانا اعلمك، يعني ما بيننا سر في شيء. قال لا لكن اسمع، ابعلمك بشوف اعلمك. قلت زين، وانتظر مني اتصال. ما بعدت عن البيت، حسيت اني قاعد تحت تكت عندها، خليت الموتر شغال قاعد جوت. قال له يدق علي عمي، قال ولد عمليه ابوك التكميم الساعه 11. ابوك سوى تكميم؟ اي الساعه 11 عمليه ابوك في المستشفى فلان. والله ان علمت احد، ان علمتك يا ولد. قلت ابشر. الولد لا علم امي ولا علمني ولا علم اهلي، علم واحد من عمان اسمه عمي عايل. يبي يحط المسؤوليه عليك. ما هو خايف من العمليه ولا يبي يشيل، خلينا نشيل هم، ولا يبغى يخوف ولا يبغى يخوف. يوم قال لي كذا قلت الوالد ما علمنا العمليه، اكيد العمليه قويه ما هي تكميم. تعرف الوسواس، الوسواس وش كيف اخش المستشفى؟ ودق على واحد من اخوياي طلحي، ابوه ماسك مدري وش في المستشفى، يعني يقدر يدخل. ودق تكفى يا ابو فؤاد،
العلم كذا كذا تكفى دخن. قال ايش ساعه كم؟ قلت كذا كذا. قال زين هذا رقم الرجال. وصلت هناك دق عليه قلت حلو. دخل الوالد الساعه 11 وانا بالموتر. والله ما انبسط ما انبسط في الموتر. واصبر ساعه عشان ايش؟ ارحب ارحب لا ما ارحب. تعال 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 يا الكابوي تعال ها انت اسمع لحاجه مفقوده. ايش انا طلع جاري البحث عنها ايش هو؟ سوف يحاسب من فعل هذه الجريمه. ايش العلم؟ نكرة. سم تدرون عرفت الكابوي اللي بالافلام استار على سالفه انا من جنوب المكسيك. ايه ايه ترى كلهم يجون يسمونهم ايش اسمه الكابوي الشريف او الشريف. خلي خلي معك والله النمس. لا 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 خلي ايوه انت نفسي خلي النبي ماني بنفسي. عبد الله عبد الله خلي خلي انا بلشان خلي راسي يتهوى انا مغير عصبه عصبه يا طويل العمر وغتره خل راسي. اقول لك اللي في المسلسلات خلنا نشوله عيونك الحلوه. كابوي اللي كانوا مع مسدسات يرمون وكذا حلو. تدري انهم يشتغلون في مركز الشرطه اي. فانت ايش الدور المفقود؟ وش المفقود الحين؟ انا يا طويل العمر ولي راح وش العقاب اللي راح تعطيها؟ ماني من عقبه. لا لازم وش تبي وش تدور؟ دور حذياني يا رجال. يعزك ما ادري وين. دور حذياني. المهم يا رجال المهم يا رجال الله يكون جد السالفه. ايش قال؟ ايش قال؟ ايش قال؟ ايش قال؟ ايش قال؟ يلا ايش قال؟ اسلم اسلم. المهم الوالد خش العمية وانتظر. ما دخلت انا على طول. انتظرت والله قلبي قرص. انا قلت ايش؟ اكيد الساعة 11 اكيد بيبنجونه الساعة 1 ما تخش. لا لا قلت خلاص والله بخش. ودق على رجال الوالد دخلني. قال ابشر. ويدخلني من قسم من ورا في بوابة من ورا قسم الحراس حق من عند غرفهم كذا على المستشفى. يوم دخلت الدور الرابع ليش ويعطيني ورقة مرافق باسم الوالد وكل شيء. يعني صار مع الوالد مرافقين. واخش المستشفى اول ما خشيت القى عمي عايض. ابوي معطيني ظهره وعلى الجوال وعمي عايض قاعد على الكرسي قال